بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه أي من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على العباش لك يا رب. يقول ربي: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ناخذ الآية 51: يا أيها الذين آمنوا، خطاب وجه إلينا حصريا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، مش يحميكم لا عند الله ولا عند العباد. ما جاش كون يشرع عليكم حرب، اليهود أول من أيقظها تلك الحرب، أول من خطط لها، والكنائس تبعا للصهاينة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ما يجيو كانوا مع بعض. مستحيل باش تلقى مالا الصهيونة في شق والكلاس في شق مقابل، مستحيل. احنا نتحطوا في العموم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فهو منهم، أو يحشر مع من أحب. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا حكم الله لا يرد. كلام لي ولي فاضي، ما مش لازم، لأن ربي قضى بكفركم وخسارتكم. فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي أنتم ظلام يكرب بالتمام، ظلام إلا أن تعودوا إلى الرحمن. نسأل الله السلامة.